السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل متابعينا الكرام على كواي وعلى اليوتيوب، منورين جميعا. اس عاوزين الشباب تدعمونا كده يا شباب، احنا بنحاول نقدم محتوى يفيدكم في معلومة. انا عارف طبعا ان مثل هذه المحتويات ما بتأكلش عيش، في ناس كتير الا ما رحم ربي بتهتم بالمحتوى اللي فيه عجز وفي كلام فاضي. اما لو في محتوى في معلومة او بيقدم فكرة ما بيكونش فيه دعم، فبتمنى من اخواتي المحترمين اللي بيدعموا مثل هذه المحتويات الهادفة او اللي فيها معلومة ان هم يرفعوا لنا الفيديو ده ويشيروه عندهم على المنتديات بتاعتهم ويعملوا لنا لايك وكومنت مناسب حتى نستمر في تقديم المزيد من الفيديوهات اللي ان شاء الله تسعدكم وتنال اعجابكم باذن الله تعالى. يلا نبدأ مع بعض ان شاء الله. ازاي نعمل تثبيت لاي شاشة عندنا على التليفون؟ محدش يقدر يخش على اي شاشة تانية مهما عمل. يعني مثلا ممكن اثبت شاشة الاتصال بحيث لو انا اديت التليفون بتاعي لحد يتصل مش هيقدر يخش على اي حاجة غير الاتصال، بس غير شاشة الاتصال. باجي على علامة الضبط او الاعدادات وبخش طبعا على الحماية، تمام. وبعد كده بننزل على حاجة اسمها تثبيت الشاشة. تثبيت الشاشة، تمام، بنعمل لها تشغيل وبنعمل المطالبة بنمط القفل قبل طبعا الغاء الايه التثبيت، تمام. هنروح دلوقتي وليكن مثلا انا عاوز اثبت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، هنخش على معلش الاتصال وليكن مثلا انا عاوز اثبت الشاشة دي، تمام. اثبت دي، هاجي اعمل رجوع مفيش، تمام. ثبتت الشاشة دي، بص ازالة التثبيت ده طبعا مش هيعرف يعمل التثبيت. طب عشان يلغي التثبيت هيعمل ايه؟ هيضغط على الزرارين مع بعض، زرار الرجوع وزرار اللي هو ايه نظر عام، هيضغط على الزرارين مع بعض. شايفين الواجهة اتثبتت، مش هيقدر يطلع برا الشاشة دي. كذلك مع اي حاجة بنضغط ضغطتين مطولين على الرجوع وعلى نظر عام اهو. كده تم الإلغاء. طيب طبعا هيطالبني بإيه؟ بقفل الشاشة. يبقى عشان نعمل الحركة دي بنعمل كده على اللي هي نظرة عامة ونيجي على علامة الإعدادات من فوق وضغطة مطولة ونعمل حاجة اسمها تثبيت. تثبيت حسنا، خلاص كده ما يقدرش يروح في أي حتة تانية غير الشاشة دي. ألغي، أضغط على الزرارين مع بعض اللي هو الرجوع ونظرة عامة، تمام. تم الإلغاء. طبعا أنا مفعل ميزة حتى لو عمل إلغاء مش هيقدر يخش غير لما يعمل كلمة المرور. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتم الفيديو ده، وياريت تدعمونا بلايك وكومنت مناسب، واللي لسه مشتركش في قناتنا يشترك في قناتنا علشان يوصلوا مننا كل جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.